حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمره تلج الجنه صورتهم على صوره القمر ليله البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون انيتهم فيها الذهب امشاطهم من الذهب والفضه ومجامرهم الألوَّة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيًّا.